رابع الزيات وابنها علي يلفتان الأنظار بأحد الظهور لهما، وسامة الأخير تتصدر والجميع يؤكد كأنه توأم. ومشيت 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 بطريقي. لفتت الإعلامية اللبنانية رابع الزيات وابنها علي من زوجها الأول الأنظار في أحد الظهور لهما معا. وفي التفاصيل، فقد نشرت رابعة على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام صورتين مع ابنها علي وعلقت عليها بالقول شيخ الشباب. وقد تفاعل الكثير من المتابعين مع إطلالة رابعة وابنها علي هذه، إذ أثنوا على جمالهما مؤكدين أنه يشبهها كثيرا وكأنهما توأم. وكان من التعليقات شيخ الشباب وست الصبايا، أنتوا توأم على فكرة، الله يحميكم، قمر مثلك بيشبهك وما شاء الله حلو مثل أمه. سلامات، قول الحقيقة بخسرك كتير، هالكلام منه وهم، هو حقيقي. ومن ناحية أخرى، كانت تحدثت الإعلامية رابعة الزيات مؤخراً عن تجربة طلاقها من زوجها الأول، وذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في برنامج كتاب الشهرة بموسمه الخامس الذي عرض على شاشة الجديد. وأكدت رابعة أنها احتفظت بالأولاد بعد الطلاق، وأنهما من دون شك تأثروا بانفصال والديهما، وأن ابنها علي أكثر من لامها على هذه الخطوة، لدرجة أنه كان يغار عليها من زوجها الحالي الإعلامي والشاعر زاهي وهمي. شو تنازلتي وقتها؟ هيدي الأمور يعني ما بحب أحكي فيها، بس احتفظت بالولاد. بس في تنازلات؟ أكيد أكيد، بس احتفظت بالولاد. كان في خيانة؟ لا لا لا. تعرضتي للعنف؟ لا. بدون كفوف؟ بدون كفوف لا. لا تأثرت؟ لا، لأنه يعني ما تعرضت، لو تعرضت كنت بقول. بيكون لفظي مش ضروري جسدي. لا، كان كل القصة إنه اثنين ما بيشبهوا بعضهم. ليه مو كل الأولاد وقتها؟ لفترة إيه، يمكن أنا أخذتهم، بس لفترة كان يعني تأثروا الأولاد. شو يقولوا لك؟ ليك الطلاق بدي أحكي شوي عنه، إنه منه خطوة سهلة. أوكي، أبغض الحلال، وإذا كان البيت مدمر مش ضروري الأولاد يعيشوا بين أهل مدمرين، ولكن هو قرار كثير بيدفعوا ثمن الأولاد. يمكن ما يقولوا لي بشكل، بس كان تطلع يعني تطلع بطلب عاطفي زي. مين لامك أكثر، كريم أو علي؟ بعتقد علي، يعني علي كمان إنه كان في تعلق إنه بدو يانا لإلي، فكان يعبر بأمور هلأ أنا ويان نضحك كثير عليها. شو يقلي؟ يعني مثلاً أول ما تزوجت زاهي ف يعني مثلاً إنه ممنوع تفوت أنت على الغرفة، بدو يانا لإلي. الغيرة، غيرة يعني ابني علي. ليه موكي أهلك أنك طلقتي وقتها؟ لا